بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة المعلم التعليمية. بعض الأعضاء طلبوا مني برنامج لتصوير الشاشة. طبعا أنا في فيديو سابق قبل كده رفعت لكم برنامج لتصوير الشاشة، خفيف جدا وجميل جدا. النهاردة معنا برنامج تاني لتصوير الشاشة، برينت سكرين أو فيديو، وفي ميزة كمان اللي هو ممكن يصور بكامل اللاب او اي كاميرا عندكم على الجهاز، ممكن يصور فيديو بيها صوت وصورة. البرنامج ده معانا النهاردة، تابعوا الشرح. طبعا اكيد البرنامج ده انا هرفعه لكم على الميديا فاير وهيكون في الديسكريبشن في وصف الفيديو. بنيجي هنا نفك الضغط، ندخل على مجلد البرنامج، نعمل سيت اب، تسطيب، تسطيب عادي جدا سهل جدا، نيكست. طبعا البرنامج انا اصلا مسطبه عندي، بس هسطبه مرة تانية عشان الشرح. فينيش. دي واجهة البرنامج. ممكن لو عايزين نغير صيغة الفيديو اللي احنا هنصور بيه بيكون من هنا. دي الإعدادات الخاصة بالفيديو، المقاس والحجم بتاع الفيديو بتاع الإرسال وكده. هنا الفيديو دي الإعدادات بتاع الفيديو برضو، اللي هي لو عايزين المقاس اللي هو الطول والعرض، وهنا اللي هي الأحجام بتاعته، وهنا دقة الشاشة. العلامة دي يا جماعة لو احنا عايزين ناخد برينت سكرين، صورة لسطح المكتب، بنضغط عليها ياخد صورة على طول بالشكل ده كده، وبتتحفظ معانا في المكان اللي احنا محددينه في الجهاز بالشكل ده. هنا لو احنا عايزين نكتب في الفيديو، هنا الألوان، هنا الرسومات او الاطارات بتاعة الفيديو، هنا العلامة دي لو احنا عايزين نحدد مكان للفيديو او مساحة معينة للتصوير كده بالشكل ده. لو احنا عايزين نحدد اي مساحة معينة احنا عايزينها بالشكل ده كده، او لو عايزينه فلو سكرين من هنا كده، وده طبعا الصوت، ودي الاعداد بتاع البرنامج. بس ما انصحش ان حد يلعب فيها يعني، الا اذا كان فاهم هو بيعمل ايه. هنا المكان اللي بيحفظ فيه الفيديو او الصور، خلي مثلا ديسكتوب. هوت كيز اللي هو المفاتيح الساخنة بتاعت البرنامج، يعني لو احنا عايزين مثلا نوقف نضغط على مفتاح معين في لوحة المفاتيح. ريكورد اللي هو التسجيل مدته 10 ساعات، دي أقصى مدة متاحة للفيديو. ده المكان اللي بيرسل فيه الفيديو والصور. دي صيغة الصور جي بي جي او بي ان جي، المكان اللي بيحفظ فيه الصور. خلي برضو سطح المكتب زي الفيديو. تمام كده الاعدادات معانا. دلوقتي احنا عندنا 3 اختيارات للتصوير. اولا سكرين، سكرين اللي هو تصوير سطح المكتب، الشاشة عايزين نصورها فيديو او برنت براحتنا. وفي نوتورك لو احنا عايزين نعمل فيديو اونلاين، بنظبط الاعدادات طبعا بتاعة النوتورك بتاع الشبكة لو احنا عايزين نعمل فيديو اونلاين على الشبكة على النت على طول. وهنا لو عايزين نختار تصوير بالكام بتاع اللاب او الكاميرا بتاع الكمبيوتر. طبعا انا ما عنديش كاميرا فمش هينفع ان انا ادخل على الميزة دي. هنا عشان نبدأ التصوير، هنا
لو عايزين نوقف ونستمر فيما بعد، هنا لو عايزين نوقف خالص دي درجة الصوت، ممكن نوقف الصوت أو نشغله. البرنامج ده طبعا بيشغل من سطح المكتب عادي. ممكن لو انت مثلا عايز تصور فيلم، عايز تصور يعني مثلا عايز تصور فيديو بالكام صوت وصورة، وممكن تصور صوت الفيديو كمان اللي شغال أو صوت الأغنية اللي شغالة. وأتمنى يكون الشرح وافي وعجبكم، وأتمنى البرنامج يكون مفيد لحضراتكم. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا مشاركة وإعجاب، ونلقاكم في حلقة أخرى وشرح برنامج جديد معانا على قناة المعلم. إن شاء الله البرنامج هيكون مرفوع على الميديا فاير في الديسكريبشن في وصف الفيديو. وإن شاء الله أتمنى يكون الفيديو والفيديوهات اللي بنقدمها والشروحات اللي بنقدمها لحضراتكم في قناة المعلم للشروحات تكون على عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.